إذن قسم العلماء في جامعة ستانفورد أساليب التربية المتبعة مع الأبناء إلى 4 أساليب. النوع الأول المتساهلون، وفيه يتميز الآباء باستجابة عالية للأبناء والتواصل مع ترك القرار لهم لأمورهم الخاصة، بجانب بذل مجهود مضاعف لإبقائهم سعداء. النوع الثاني هم الآباء الصارمون أو الذين يتمتعون بسلطة، هم يضعون قواعد واضحة لأبنائهم لكنهم يتعاملون معهم بمرونة، كما يمنحون الأبناء فرصة للتعلم من أخطائهم من خلال التفكير والتجربة. النوع الثالث هم الآباء المتجاهلون، وهم من يتركون الأبناء على راحتهم بلا مبالاة لأي متطلبات لهم بسبب الانشغال في أمور أخرى، ولا يقومون بتطبيق قواعد تربوية واضحة على الأبناء، فضلا عن إيجاد صعوبة في تكوين علاقة وثيقة معهم. آخر أنواع التربية هي التربية المتسلطة أو المستبدة، والتي يفرض فيها الآباء قواعد صارمة مع القليل من المراعاة لمشاعر واحتياجات الأطفال العاطفية والاجتماعية والسلوكية، بما يكون مثلا يسمى الحب القاسي. على العموم سألنا الناس في الأردن كيف يمكن أن يصفوا أسلوب تربيتهم لأبنائهم، لنتابع الإجابات. بالنسبة للطفل نفسه، التربية الصارمة أو أنه تمشيه على نظام على بروتوكول معين، يعني هو بالأول بالآخر هو طفل، فأنه أنا برأيي يعني بنظري أنه لا، خليه يأخذ راحته بمجاله ويلعب، وخليه يجرب أكلات ويجرب شغلات جديدة. أكيد الصارمة لازم واحد يكون شديد على أولاده، لأنه إحنا بمجتمع صار التليفون يجيب له كل شيء لعنده، فلازم الطفل يخاف من أبوه مش من أمه، لازم يرتاح لأمه وأبوه يكون شديد عليه. الصارمي حرام، يعني ولا الطفل هذا ما بيجوز إنك تعنفه، ما بيجوز إنك بالكلام الحلو بالأسلوب الحلو بيجي معك، أما تضربه أو لا سمح الله تعمل معاه تحرمه من أي شيء بصير بالآخر حرامي. الوسط، يعني وقت ما يكون لازم يكون عقاب صارم لازم يكون عقاب صارم، وقت يكون في تسامح لازم يكون تسامح، بس اهم من الشغلتين هذول الطفل لازم تفهمه شو الخطا تبعه، لانه الطفل لسه بتعلم من اخطائه، فاحنا لازم نوجهه، اهم شيء التوجيه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.